نحن طولنا محاضرة لأنه هي كانت تتم للمحاضرة السابقة. المحاضرة أذكر منشورة على صفحة موقع ديربون، محاضرة كاملة في صفحة موقع ديربون، ساعة كاملة مع المشاركات الشعرية لمن يحب المتابعة لموضوع الدكتور الشيق. أحب أذكر بالمشاركات التالية، ستكون لنا وقفات متعددة. المشاركين الكرام، الوقت المتاح على أن لا يتجاوز 5 دقائق حتى نستمتع لنشم من كل زهرة عطرها. هو قنصل وسفيرنا نحو العلا، وله قصيد ساحر وبهي، هو باسمه يبدو لكم عجميا لكنه في أصله عربي. مع سفيرنا الدكتور علي عجمي. لازم نجدد كل مرة. مساء الخير. بالأول، لم يكن في الحسبان أن أشارك هذه الأمسية، ولكن للقدس مكانة، جرح كبير، فلتكن هذه الليلة ليلة القدس، ليلة قدسية، مدخم حزنا، مدخم غضبا. إذا نظرنا حولنا، ماذا تبقى من هذه الأمة؟ بتذكر بالماضي كان إذا الواحد بيقرب هيك كيلو متر على مصطلح الخيانة، يا غيرة الدين. هلأ الخيانة والعمالة وجهة نظر، ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة. المتنبي قال من 1300-400 سنة، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، مع أنه وقتها ما كان عم يحكي عن أمر آخر غير الذي نعيشه. إذا حدا بيعرف البيت الشطر الأول من بيت المتنبي وقتها، أغرة الدين، أغاية الدين أن تحفوا شواربكم، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ولكن إذا طبقنا القول على واقعنا، شو اللي عم بيصير؟ ما الذي يجري؟ نحن أمة، عفوا أخطأت، نحن أمم شتى، لم نعد أمة واحدة. ما يجمعنا هذه اللغة. هلأ عم بسمع من بعض الإخوان أشياء، يا خيي أنا بدي أتعلم اللغة العربية بس لأني عربي، بدي حافظ على هويتي، على انتمائي، مش للاقي وظيفة. يا دكتور حسن، مش غلط لاقي وظيفة، بس بدي حافظ على هويتي. هويتي ضاع، عم تضيع. بالله فيش، شفتوا لكم شي واحد يهودي بقول لك انا ما بدي اتعلم اللغة اليهودية لانه شو بتفيدني؟ شو الحكي؟ الى اين نحن ذاهبون؟ نحن امة خانعة حتى العظم، نحن امة خاوية حتى العظم، مفلسة حتى انطفاء النفس، باستثناء بعض الرموز او بعض العناوين التي تسعى الى ابراز مقاومتها، يريدون اسكاتها. الى اين نحن ذاهبون؟ نحن شعوب ولم يكن ما قاله خي زهير، ما قاله مظفر النواب قبل 50 عاما لهذه الأمة لم يكن خطأ. تذكروا شو اللي قال، سامعينا؟ القدس
عروس عروبتكم. هل مش سامعها؟ اسمعوها. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها، وشحذتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحبة؟ هل تسكت مغتصبة؟ أولاد القحبة لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم. تتحرك دكة غسل الموتى، خشبة اللي بغسل عليها الميتين، تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم فلا تهتز لكم قصب. إلى أين نحن ذاهبون؟ والله عم بيحكي الواحد وقلبه من جوا. على كل حال، تذكر امبارح كنا البارحة في ضيافة صاحب الكبير صاحب ذهب، وخلال اللقاء الشعري عنده الصالون الأدبي، الأستاذ تحسين بزي قال حادثة طريفة، إن واحد الطلاب سأله، طلاب مدرس لغة عربية في الجامعة، سأله أنه قديش عدد العرب، قال 4 ملايين. زهير علا قال أنه يمكن بالواقع الحالي مزبوط. بدك الحياة أخي زهير، بيطلعوش، لم يعد هناك. وين هذه النخوة؟ وين عزة النفس؟ وين إيم هل، برجع بقول إيم هل كم رمز المتبقي من نفس مقاوم في هذا الوطن. أعطيك العافية، السلام عليكم. ومتلوم واحد بيركب لك على ظهرك إذا أنت ما نخيت، بس تنخ بيركبوا لك على ظهرك. للأسف نحن مطية. إلى أين نذهب؟ بلاش يعني ما توخذوني، عم بحكي شوي بحرقة قلب، للأسف يعني شيء مخجل ما نمر به، مخجل. ما زالت الأمة في خير يا رب إن شاء الله. تعرف شو قال مرة نزار أباني بإحدى القصائد المشهورة تبعيته؟ نجلس في الجوامع تنابلا كسالا ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى. السلام عليكم.